من بعد ما طلعت عدة إشاعات قبل فترة عن وجود خلاف ونهاية علاقة كل من أنس وبيسان وبشكل مفاجئ واللي تأكد منها الجمهور رسميا من بعد ما قام الثنائي بعمل أنفولو لبعض على إنستغرام، هذا الشيء اللي صدم الجمهور وبشدة. فهذا الخبر لم يتوقعه متابعين أنس وبيسان ومحبينهم مع بعض نهائيا. فبعد انتشار هالخبر شفنا تواجد أنس وبيسان بنفس الحفلة اللي أقيمت أنذاك بالأردن، ولكن واللي لاحظناه هو تجاهلهم لبعض وعدم تصويرهم مع بعض أنذاك. فبعدها قامت بيسان بمفاجأة الجميع بأغنية أطلقتها على إنستغرام واللي تم تسجيلها بالأردن، تحمل كلمات على الحب والندامة بنفس الوقت، واللي اعتبرها المتابعين موجهة لأنس بعد الانفصال. وكان مفروض ما حبك شي، ولو حبيت ما بينسي. ليقوم أنس بمشاركة فيديو على إنستغرام أيضا، كان فيديو جمعه مع الفنان الأخرس وهو يغني أغنية من أغانيه، واللي شافها البعض رد على أغنية بيسان وموضوع الخلاف اللي بينهم. مين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي بعمل القاسي والأناني واللي ناسي ومين الصار؟ ولكن ولحد الآن ما حكى الثنائي أنس وبيسان عن موضوع انفصالهم بشكل رسمي، فامتنع الثنائي عن ذكر بعض منذ ظهور الإشاعات أو ذكر الخلاف اللي بينهم. فلاحظ الجمهور ملامح الحزن اللي بدت على أنس بآخر ظهور له عبر بث مباشر جمعوا مع قمر الطائي على إنستغرام، وخاصة بطريقة حكيه بالبث، وعلق البعض أنه ممكن يكون السبب انفصاله عن بيسان. متى آخر مرة؟ خنت حدا. شو هدفك من السوشيال ميديا؟ هدفي من السوشيال ميديا عندي أهداف كثيرة. طيب كثيرة اللي حققتهم مشان الله؟ لا، راحوا بيوم وليلة. حاليا قاعد بعمل أهداف تانية. كنت شو أهدافك الثانية؟ وبنفس الوقت وبوسط ظهور كل هالأخبار والإشاعات ظهرت إشاعات ثانية زعم فيها البعض أن كل شي صار بينهم آخر فترة كان مجرد مقلب أو لفت للانتباه للإعلان عن مفاجأة ما قريبا جدا. فنشر اليوتيوبر الأردني أحمد شومان مجموعة من الاستوريات علق من خلالها عن وجود خطبة لاثنين يوتيوبرز قريبا جدا، وشارك بعدها استوريات حكى فيها عن أنس وبيسان والمشكلة اللي صارت بينهم. هذا ما خلى المتابعين يشكوا بالموضوع ويعلقوا عن إمكانية خطوبة أنس وبيسان قريبا جدا. فشو رأيكم أنتوا بالموضوع؟ هل الخلاف بين أنس وبيسان حقيقي أو مجرد مقلب ولفت انتباه للإعلان عن مفاجأة ما قريبا جدا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. صحيح كلام اللي سمعته صحيح، في اثنين كثير مشهورين كثير بتحبوهم راح يخطبوا الفترة الجاية، أنا نفسي بحبهم كمان، وهاي الخطبة تحديدا هي تحديدا انه مش راح تتخطوا بعديها، يعني حرفيا مش راح تقدروا تتخطوا، يعني هذه مش راح تقدروا تتخطوا. الله يسعدهم والله يبسطهم والله يتمم لهم على خير. بتحاربيني بالصوت والفن؟ ماشي انا بورجيك ابو الاخرس غلبك بالله، تعال سلخ لي اياها واحده. مين فينا اللي خان؟ طب ليش